سلس بولي عند الرجال، اه هتكلم هل بس نفس عن علاج الأعراض؟ دي. طيب اوكي. عند الرجاله بقى الموضوع مختلف. هم بيبقى عندهم حاجه اسمها اوفر فلو، نتيجه انه لما بيحصل التهاب في البروستاتا بيحصل معاه شويه تضخم وراء البروستاتا من قدام على طول المثانه، فبيحصل ضغط على المثانه، فتلاقي ايه المثانه بتبقى مشدوده، فتلاقيه ينزل حبه بول ويتحبس حبه، دول بقى يفضلوا يسربوا ينقطوا. تمام. ده النوع اللي بيحصل التبول اللا ارادي عند الرجال. بنبدا برضو بنقول دي مهمه، سلس بولي يعتبر بنبدا هنا كده، عشان سلس كده بولي. سلس بولي. بنبدا بيبقى في الاول عنده التهاب بروستاتا، لو اتعالج تمام، وهنشرح بقى ده ازاي عندنا ومع دكتور الذكوره او المسالك الاثنين. ممكن ده يكون عنده التهاب تضخم، لو سبناه ندخل في مرحلة انه في اورام وخلاص ما بقاش عندي. يعني ناخد بالنا، يعني ممكن تكون اسباب البعض من حضراتكم يراها في الاول تكون بسيطه، ولكن الموضوع هيزيد سواء كان عند النساء او الرجال، ولكن المشكله ممكن تكبر. بالنسبه للرجال وعلاج الرجال في السلس البولي، دي بقى مهمة قوي. اولا طريقة العلاج دي حديثة جدا جدا جدا، الحمد لله لقينا لهم حل. بنعمل جلسات عبارة عن الحتة دي، مع هشرح معلش كلام علمي بس لازم اقولها لا كده، انا عارف، بس هحاول نبسطها اكتر عشان خاطر هبسطها برضه وقت الحلقة. هبسطها على قد ما اقدر. احنا بنعمل جلسات برضو تنشيط لعضلات الحوض والمثانة، ومعاها بقى جلسة بنعمل تنبيه كهربائي لعضلة البروستاتا من الداخل مع عضلة المثانة بجهاز برضو معين. التنبيه الكهربائي اللي بيدخل جوه بيبقى داخل فتحة الشرج علشان نقدر نوصل لعضلة البروستاتا، فبيحصل ثلاث حاجات. الالكتريكال شوك اللي هو صدمة الكهرباء دي اول حاجة بتقتل البكتيريا او العدوى اللي هي ادت الى التهاب البروستاتا، يبقى خلصنا من ايه، من اول مشكلة. تاني مشكلة ان الانقباضات رايحه جايه، انقباض وانبساط في العضله بتاعه البروستاتا بيخلي الحاجات المتضخمه دي اللي هي الغده بتاعه البروستاتا اللي هي عضلات المثانه والحالب نفسها والسفنكتر نفسها اللي هي السفنكتر اللي هي العضله القابضه، يعني دي بتبدا حجمها بعد ما كان كبير مع كتر الانقباضات دي بيبدا ينقص. السائل اللي كان جوه البروستاتا اللي عامل الارتشاح وعامل التضخم ده بيبدا يحصل له ديستشارج ويخرج ونخلص من المشكله دي. بس اذا وصلت من التهاب لتضخم علاجك عندي. بعد كده وطبعا انت بتمشي مع دكتور الذكوره او المسالك بتاعك لازم، لانه دواء البروستاتا ملوش حل لازم يمشي عليه. بس اذا وصلنا الاورام خلاص الموضوع بقى خلاص للطبيب بره المختص. خالص. يعني سؤال اخير والرد يكون في جمله وسريعه، بالنسبه لكبار السن والتبول لا ارادي، العلاج هل بيكون عن طريق العلاج الطبيعي برضو؟ طبعا، لان هو المشكله ان بيحصل لهم هنا بقى اللي بيحصل ايه، انقباضات سريعه، المثانه خلاص بقت هايبر اكتيف من كتر ما هي ضعيفه والعضله مش قادره ايه تمسك نفسها، فانقباضات سريعه ويفضي اول باول باول. فكل ما بنعمل عضلات يعني نقوي عضلات المثانه والعضلات جدار الحوض طبعا بنساعدهم وبيعدوا المشكله في وقت دي. من الاوقات بيكون ليه حضرتك دور طبعا، بعد لو كان خلاص في تدخل جراحي عشان حل المشكله دي، فبيحصل تدخل جراحي وبعد كده بيبقى في دور للعلاج الطبيعي، ممكن امتى بنتدخل جراحيا؟ لو حصل تدخل جراحي، مثلا حد شال ورم، بس بعد ما شال الورم والدنيا تمام لقوا ان هو برضو جاله تبول لا ارادي بعد البروستاتا. دكتوره رانيا السيد، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، نورتينا وشرفتينا واشكرك على وجودك معانا. ميرسي. واكيد طبعا زي يمكن ما وصفنا، ويمكن بعض الحالات اللي يمكن كلمتنا وبدات تشتكي، وقلنا لو لحقنا الموضوع بشكل مبكر سواء كان للرجال او السيدات في سلس البول، او بالنسبه لكبار السن اللي ممكن يكون في حل عن طريق العلاج الطبيعي، او الاطفال في المرحله السنيه الصغيره زي ما قلنا 5 و7 سنوات، لو لحقت بدري وعملت جلسات بدري الموضوع يختلف تماما وهيكون الحل سريع. لكل حاجه ليها حل اكيد، ولكل مشكله ليها حل، ولكن لو خدت الاجراء مبكر. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.